مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي، في درس جديد من دروس العلوم ما الصدى. ويتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الفيديو أن تكون قادرا على أن تعرف الصدى تعريفا علميا صحيحا، وأن تستنتج شروط حدوث الصدى، وأن تفسر أهمية تحديد الموقع بالصدى. والآن هيا أحبائي الطلبة، دعونا نتعرف ما تعلمنا في الدرس السابق من خلال الإجابة على السؤال التالي: اكتب المفردة المناسبة من صندوق المفردات. السؤال الأول: عضو حساس، هل هو واقي أم الأذن أم طبلة الأذن أم السمع؟ لنفكر قليلا. أحسنتم، إنها الأذن. اثنان: يمكن للأصوات الصاخبة أن تؤذي، ماذا يمكن أن تؤذي؟ أحسنتم، يمكن أن تؤذي السمع في الأذن. ثلاث: يمكن للأصوات الصاخبة أن تؤدي إلى تلف ماذا؟ أحسنتم، تؤدي إلى تلف طبلة الأذن أو إيقاف اهتزاز العظيمات الثلاث. رابعا: يمكننا حماية آذاننا من الأذى بواسطة ارتداء واقي الأذن. أحسنتم أبناء الطلبة. قم عزيز الطالب بفتح كتابك المدرسي صفحة 158 لأداء النشاط الافتتاحي. في هذا النشاط سنشاهد شريطا مصور لولدان يلعبان بالكرة، مرة على أرضية صلبة ومرة على السجاد، ثم نقارن ما بين. ماذا سمعت عزيز الطالب عندما ارتدت الكرة في الصالة الرياضية؟ أحسنتم، سمعنا تكرارا لصوت الكرة. وبماذا يختلف صوت ارتداد الكرة عن السجادة أو البساط عن ارتدادها عن الأرضية الصلبة؟ أحسنتم، فقد سمعنا صوت الكرة بدون تكرار. بناء على النشاط السابق، دعونا أحبائي الطلبة نجيب على الأسئلة التي تلي النشاط. ماذا نسمع؟ أحسنتم، فقد سمعنا تكرار الصوت. نجعل الكرة ترتد عن سجادة أو بساط، ماذا يمكننا أن نسمع الآن؟ أحسنتم، صوت الكرة من دون تكرار. وبما يختلف صوت ارتداد الكرة عن السجاد أو البساط عن ارتدادها عن الأرضية الصلبة؟ أحسنتم، تتكرر الصوت على الأرضية الصلبة، أما السجادة لا يوجد تكرار للصوت. قم عزيزي الطالب بفتح كتابك المدرسي صفحة 160 النشاط الأول. أستقصي انعكاس الصوت مع زملائي. وفي هذا النشاط سوف نذهب إلى مكان يمكننا فيه سماع انعكاس الصوت، ويقوم طالب برمي الكرة وجعلها ترتد، وهذا الشخص هو المنفذ، وينتشر الأشخاص الآخرون في المجموعة حول المنفذ، وهؤلاء الأشخاص هم المنفذون. نلاحظ أحبائي الطلبة أنه بعد رمي الكرة على الجدار وجعلها ترتد، نلاحظ انعكاس الصوت نحو الأشخاص الآخرون وهم الملاحظون. والآن دعونا أحبائي الطلبة أن نرسم مخططا يوضح انتقال الأصوات إلى أذني ونناقشه مع زملائي. لاحظنا أحبائي الطلبة أنه عند رمي الكرة على الجدار فإن الصوت المرتد يصل إلى أذان كل من الملاحظين بالإضافة إلى الشخص المنفذ. والآن دعونا أحبائي نجيب عن هذه الأسئلة: هل أتت جميع الأصوات مباشرة من مصدر الصوت؟ لنفكر قليلا. أحسنتم، لا. وإذا لم يكن كذلك فمن أين أتت؟ أحسنتم، فأتت من انعكاس الموجات الصوتية عن الحاجز الصلب. لاحظ عزيزي الطالب انعكاس الموجات الصوتية
عندما تصطدم بالجسم الصلب، فتنعكس عن الأسطح الصلبة مثل الجدار المستوي، وهذا الانعكاس يسمى بصدى الصوت. أما عندما تكون الغرفة مليئة بالأثاث فلا يمكن للأمواج أن تنعكس، لأن الأجسام اللينة مثل السجاد والمقاعد تقوم بامتصاص الصوت. إذن أحبائي الطلبة، نستنتج أن الأجسام اللينة تمتص الصوت ولا تعكسه. ماذا تعلم؟ تعلمنا أحبائي الطلبة أنه تنعكس الموجات الصوتية عن الأسطح المستوية الصلبة لتكرر الصوت الصادر من مصدر الصوت، ولا تعكس الأجسام اللينة الصوت. ويمكن أن تنعكس الموجات الصوتية عن الأسطح الصلبة المستوية لتكرر الصوت الصادر من مصدر الصوت، وهذا يسمى بالصدى. كما لا يمكن للموجات الصوتية أن تنعكس عن الأجسام اللينة. يمكن أن ينعكس الصوت في الغرف الصغيرة، ولكنه يحدث بسرعة كبيرة بحيث لا يمكن سماع الصدى. والآن دعونا أحباء الطلبة نتحقق مما تعلم. افتح كتابك المدرسي صفحة 165، السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. ما الصدى؟ هل هو الصوت العالي؟ أم انعكاس الصوت؟ أم الانعكاس؟ أم ارتداد كرة عن أرضية صلبة؟ أحسنتم، إنه انعكاس الصوت. افتح كتابك عزيزي الطالب صفحة 161، النشاط الثاني، كيف يحدث الصدى؟ وللتعرف على كيفية حدوث الصدى، دعونا أحبائي الطلبة نشاهد الصدى. لسماع الصدى يجب أن يكون هناك مسافة لا تقل عن 17 متراً بين مصدر الصوت والحاجز الذي يرتد عنه ذلك الصوت. أحمد، 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 أحمد. نلاحظ أحبائي الطلبة أنه يمكن أن يحدث الصدى عندما يتوفر عدة شروط. من هذه الشروط وجود فضاء مفتوح وأجسام صلبة، وأن يبعد مصدر الصوت عن الحاجز 17 متراً على الأقل حتى يتمكن الإنسان من سماع الصوت. دعونا أحب الطلبة نجيب عن الأسئلة التي تلي النشاط. كيف يحدث صدى الصوت في الوادي؟ لنفكر قليلاً. أحسنتم، يتكون الصدى لوجود مصدر الصوت وفضاء مفتوح كبير وسطح صلب مستوي ومسافة أكثر من 17 متراً. ولماذا تحدث السيدات صدى عند المشي على أرضية رخامية كبيرة؟ لنفكر قليلاً. أحسنتم، لأنه ينعكس الصوت الذي يصدره الكعب عن السطح الصلب المستوي. أقدر كم يجب أن أبتعد عن الجسم العاكس للصوت حتى أسمع الصدى؟ أحسنتم، إنها 17 متراً. وكيف تحدث الأصداء المتعددة في الجبال؟ تنعكس الموجات الصوتية عن سلاسل الجبال من جبل إلى آخر، حيث يحدث الصدى عن العديد من الجبال المختلفة في الوقت نفسه، ولكن في كل مرة تصبح شدة الصوت أخفت بسبب انخفاض شدة اهتزاز. تحقق مما تعلم. افتح كتابك عزيزي الطالب صفحة 166، النشاط الثاني، اختر الإجابة الصحيحة. أي سطح سيصدر عنه صدى؟ هل هو كرسي بذراعين مبطنتين؟ أم سجادة؟ أم جدار صخري؟ أم رمال على الشاطئ؟ أحسنتم، إنه جدار صخري. ماذا تعلمت؟ تعلمنا أحبائي الطلبة أنه يتكون صدى الصوت عند وجود فضاء مفتوح كبير وسطوح صلبة مستوية. كما تعلمنا أيضا أنه يجب أن يبتعد مصدر الصوت عن السطح الصلب المستوي مسافة 17 متر على الأقل، وينعكس صدى الصوت في سلاسل الجبال والكهوف والهضاب عدة مرات، وفي كل مرة ينعكس فيها الصدى تصبح شدة الصوت أخف. والآن أحباء الطلبة ننتقل إلى النشاط الثالث، ما خاصية تحديد الموقع بالصدى؟ وفي هذا النشاط سوف نقرأ دراسة الحالة.
ومن ثم نجيب عن الأسئلة التي تلي. تصدر الدلافين أصواتا حادة وتستمع إلى أصوات صدى الأشياء الموجودة تحت الماء إذا اصطدم الصوت بشيء ما. ينتقل الصوت المنعكس إلى أذني الدلفين وتصطاد الخفافيش في الليل، حيث تصدر الخفافيش صوتا حادا جدا لا يسمعه الإنسان. عندما تنعكس الأصوات عن الأشياء الصلبة يرتد الصدى إلى الخفاش، ويمكن للخفافيش رصد حشرة على بعد 5 أمتار وتحديد حجمها وصلابتها، ويرسل الصيادون أصواتا إلى البحر لاستكشاف المسافة حتى قاع البحر عندما تحجب الأسماك الأصوات، وينعكس الصدى من مسافة أقصر من المسافة حتى قاع البحر، وبذلك يتمكن الصيادون من تحديد موقع الأسماك. الآن أحباء الطلبة، دعونا أن نجيب على هذا السؤال: ما هو تحديد الموقع بالصدى؟ أحسنتم، إنها خاصية استخدام الصدى من أجل إيجاد موقع حاجز ما كي يساعد الإنسان أو الحيوان على إيجاد طريقه أو تحديد موقع الغذاء أو الفريسة أو الحيوانات المفترسة. ثانياً، اشرح كيف تستخدم الدلافين تحديد الموقع بالصدى للعثور على الطعام. تصدر الدلافين أصواتاً حادة وتستمع إلى أصوات الأشياء الموجودة تحت الماء، فإذا اصطدم الصوت بشيء ما ينتقل الصوت المنعكس إلى أذني الدلفين، وكذلك تستخدم الصدى لتحديد شكل الجسم وحجمه وسرعة حركته. عزيزي الطالب، فسر لماذا لا يمتلك الدلفين آذانا كبيرة بارزة مثل الخفاش؟ لنفكر قليلا. أحسنتم، لأن الأذنين الكبيرتين تجعلان الدلفين بطيئا في الحركة تحت الماء. وكيف تستطيع أن تسمع الدلافين؟ تسمع من خلال وجود أذنين صغيرتين، وتشعر بالأصوات من خلال عظام فكها السفلي الذي يوصل الأصوات إلى الأذن الوسطى، وكذلك تشعر بذبذبات الماء من حولها. ثالثاً، اشرح عزيزي الطالب كيف تستخدم الخفافيش تحديد الموقع بالصدى للعثور على الغذاء. تصطاد الخفافيش في الليل، فتصدر الخفافيش صوتاً حاداً لا يسمعه الإنسان، وعندما تنعكس الأصوات عن الأشياء الصلبة يرتد الصدى إلى الخفاش، ويمكن للخفاش رصد حشرة على بعد 5 أمتار وتحديد حجمها وصلابتها. رابعاً، اشرح كيف يستخدم الصيادون تحديد الموقع بالصدى للعثور على الأسماك. يرسل الصيادون أصواتاً إلى البحر لمعرفة بعد قاع البحر، وعندما تحجب الأسماك الأصوات ينعكس الصدى من مسافة أقصر من المسافة حتى قاع البحر، وبذلك يتمكن الصيادون من تحديد موقع الأسماك. ماذا تعلمت؟ تعلمنا أحبائي الطلبة أن تحديد الموقع بالصدى هو تحديد موقع الأشياء باستخدام الصوت المنعكس. كما تعلمنا أيضا تستخدم الدلافين والخفافيش الأصداء لتحديد بعدها عن شيء ما وشكله واتجاهه وسرعته وحجمه. كما تعلمنا أيضا يستخدم الصيادون الصدى لاستكشاف مكان ووجود الأسماك، فيعلمون أين يلقوا شباكهم. والآن أحبائي، دعونا نتحقق مما تعلمت. افتح كتابك صفحة 166، السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة. أي عبارة غير صحيحة؟ يحدث الصدى في الفضاء الكبير الفارغ، أم تعكس الأسطح الصلبة الصوت، أم الصدى هو الصوت المتكرر، أم يمكن أن ينعكس الصوت عن الأسطح اللينة؟ أحسنتم، فالإجابة غير الصحيحة هي يمكن أن ينعكس الصوت عن الأسطح اللينة. السؤال الرابع: لماذا لا يصدر الصدى من الجسم اللين؟
لنفكر قليلا. أحسنتم، لأن الجسم اللين يمتص الصوت ولا يعكس الصوت. شكرا لكم أحبائي الطلبة على المتابعة والاستماع، على أمل اللقاء بكم في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.